نروح لكابتن هيثم فاروق علشان نعرف منه رايه في الاحداث الاخيره. يا كابتن هيثم برحب بحضرتك. مساء الخير عمر، اهلا بيك واهلا بالساده مشاهدي قناه الاهلي، سعيد ان انا اكون متواصل معاكم. انا في البدايه طبعا قلت يعني معانا واحد من افضل محللين الكره العالميه اللي موجودين في الوطن العربي، وزي ما حضرتك كنت بتمتعنا وحضرتك موجود في نادي الزمالك وايضا مع نادي فاينورد الهولندي اكيد بتمتعنا وحضرتك موجود في ماتشات الدوريات الانجليزي والاسباني والالماني يا كابتن هيثم. اهلا بيك عمر وسعيد بالمقدمه الجميله دي، وبالتوفيق دايما ليك يا رب، وانا متوسم خير فيك ان شاء الله. ربنا يخليك. افضل الاعلاميين الموجودين في مصر. ربنا يخليك كابتن هيثم. طبعا مباراه استون فيلا مباراه ليفربول كلنا تابعناها، لكن اكيد يا كابتن هيثم عند حضرتك راي في مستوى تريزيجيه، هل تريزيجيه بيتطور من مباراه لمباراه، وهل تريزيجيه ممكن نشوفه في الفتره اللي جايه خارج استون فيلا ممكن تجربه جديده في نادي مستقر اكثر فنيا بينافس على بعض الالقاب او المراكز في الدوري الانجليزي الموسم اللي جاي؟ بدون شك، يعني انا واحد من الناس الحمد لله سعيد جدا بمستوى تريزيجيه، بيتطور من فتره للثانيه، شخصيته، عقليته، التزامه، كل حاجه بتدل على اننا امام لعيب ان شاء الله هيكون في المستقبل وورد كلاس بلاير. ليه؟ لانه لما ساب النادي الاهلي وراح اندرلخت ما لقاش فرصه في اللعب كلاعب اساسي. فما لقاش في اي مشكله ان هو يروح اعاره لنادي مسكروني، وده نادي اقل في بلجيكا، على شرط ان هو يلعب. وبعد كده اخذ خطوه ثانيه، مش سهل ان انت تغير من جو، من بيئه الى بيئه او من بلد الى بلد. راح الدوري التركي لعب في قاسم باشا، ورغم ان جات له عروض كثيره جدا وعروض كويسه وبفلوس كويسه، لانه فضل مركز وفضل مستني الخطوه الممتازه لغايه ما راح البريمير ليج. وانا في وجهه نظري استون فيلا هيقدر يبين امكانيات تريزيجيه بشكل كبير جدا، واضح من مستوى المباراه امام ليفربول ان هو واحد من انيس اللاعبين الموجودين في استون فيلا، واحد من اعلى اللاعبين اخر درجات في الماتش، مش علشان احرز هدف، لا، عشان مجهوده الكبير، عشان شخصيته جوه الملعب، عشان اداؤه الدفاعي واداؤه الهجومي، وعرفت ان كل الصحف في انجلترا اشادت بيه وادائه بعد المباراه، ودي حاجه تبسطنا كلنا كمصريين طبعا، وان شاء الله نشوف تريزيجيه في اعلى الانديه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن هيثم، هل وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي للموسم الثالث مع فريق ليفربول صعب انه يحافظ على نفس المستوى اللي وصله مع فريق ليفربول من حيث احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي لموسمين ورا بعض، هل صعب محمد صلاح يكمل الموسم الثالث بنفس المستوى، ولا محمد صلاح ممكن يتالق لكنه صعب يكرر الانجازات تاني اللي حققها في الموسمين اللي قبل كده مع فريق ليفربول؟ لا، ليه؟ لا، انا شايف محمد صلاح ان شاء الله يكمل الموسم الثالث ورابع وخامس ما شاء الله. تمام. في ليفربول وفي البريمير ليج. خلي بالك محمد صلاح برضه بيسير للاحسن. تمام. زمان محمد صلاح كانت بتجيله خمس ست فرص بيسجل هدف. دلوقتي بتجيله فرصه او فرصتين بيسجل هدف. ده معنى كده ان الفعاليه زادت، ان التطور زاد، ان اللعب على المطمع والحساسيه والفينشنج بقى عنده اعلى بكثير جدا، عرف ازاي يوصل للمرمى من اخطر الطرق، ولكن هي الاصابه اللي يمكن تكون اثرت عليه، لان احنا بالفعل ما شفناش محمد صلاح في مستواه المعهود في مباراه استون فيلا، ولكن عادي، انت كلاعب بروفيشنال محترف ليك 5% هامش مباريات تلعب فيها مش بمستواك، ودي حاجه خارجه عن ارادته عشان صح. صح. ولكن اعتقد برضه محمد صلاح كان ممكن يتاخد في المباراه دي، ولكن ان شاء الله الاصابه تبعد عنه اولا، ونشوف محمد صلاح على حياته المباراه الجايه امام السد ان شاء الله. كابتن هيثم، الدوري الانجليزي على صفيح ساخن جدا من حيث المدربين، بنتكلم على يوناي امري، بنتكلم على سولشاير، الاثنين مهددين بعدم اكمال مسيرتهم مع مانشستر او ارسنال، هل حضرتك شايف ان الاداره لنادي مانشستر او ارسنال ممكن تاخد قرار قريب جدا باقاله احد المدربين بعد فشلهم لحد دلوقتي مع مانشستر او ارسنال، ولا ممكن الناديين يدوا فرصه اطول وفرصه اكبر على الاثنين مدربين علشان يحاولوا يثبتوا ويحاولوا ان هم يحسنوا من النتائج، وبالتالي وجود ارسنال ووجود مانشستر في مركز يليق بيهم في الدوري الانجليزي؟ اتفق معاك تماما في موضوع ان هم في موقف محرج جدا، سواء النرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد او الاسباني وناي هنري مع ارسنال، ولكن هم محظوظين. محظوظين ليه؟ لان انديتهم بتلعب في اوروبا ليج. تمام. اوروبا ليج متابعه ممكن تكسب فيها. صح. فتنسي الناس الخسائر او العروض السيئه اللي انت بتلعب فيها او بالنتائج اللي بتحققها في البريمير ليج. فبالتالي ممكن يصبروا عليه طول ما هو ماشي في اوروبا ليج، لان انت لو فزت في اوروبا ليج هتلعب تشامبيونز ليج بغض النظر عن مركزك او ترتيبك في البريمير ليج. فممكن ده اللي يكون مديهم فرص حتى الان. ولكن انا شايف ان طبعا العروض والنتائج وعدد النقاط سواء في مانشستر يونايتد او في ارسنال لا يتناسب ابدا مع من الناديين ولا مع امكانيات اللعيبه الموجوده. فممكن لو
مانشستر يونايتد اصلا خرج من اليوروبا دي، اعتقد ان الاداره اخذت قرار برحيل المدير الفني. ولكن انا شايف الحقيقه ان موقف سولشاير هو الاصعب نوعا ما، يعني ترتيب ارسنال في البريمير ليج افضل نوعا ما، عروضه هناك ارسنال هو افضل فريق بيمتلك قاعده ماشين صح يمكن على مستوى العالم صح، على مش على مستوى انجلترا فقط، على مستوى العالم. ولكن عنده نقطه ضعف رهيبه وهي لعيبه خط الوسط. لعيبه خط الوسط ضعيفه جدا وسيئه جدا، سواء في عمليه خلاص الكوره او في عمليه القيام بالواجب الدفاعي. جندوزي، شاكا، وغيره، سيفا هيوز، كل الناس دي مش لعيبه خط الوسط اللي انت تقدر تعتمد عليها. مش باتريك فييرا، مش روبرت بريز، مش ليون بيرج السويدي اللي كانوا بيلعبوا ايام ارسنال فينجر. فخط وسط حبس ولا حرج، عشان كده هو ده المشكله، هو اضعف خط وسط ما بين السته الكبار او الانديه التوب في البريمير ليج في انجلترا. كابتن هيثم، هل حضرتك شايف ان جوزيه مورينيو اقرب لقياده ارسنال في حاله رحيل يوناي امري، ولا القرار اللي طلع النهارده او بعض التكهنات اللي خرجت من اداره بايرن ميونخ بعد رحيل نيكو كوفيتش ان مورينيو غير مرغوب فيه بالقياده الفنيه لفريق بافاريا، هل حضرتك شايف ان هل ده كلام صحافه، ولا فعلا مورينيو قريب للبايرن، ولا مورينيو هيصبر لحد ما يوناي امري يتم اقالته وبالتالي يكون مديرا فنيا لنادي ارسنال؟ طول ما جوزيه مورينيو ما عندوش كونتراكت او مش متعاقد مع نادي، اي نادي هيقيم مدير فني هتلاقي اسم جوزيه مورينيو مرتبط بالنادي ده. صح. ولكن انا شايف ان هو الصراحه بيغير البيئه، يعني هو درس في ايطاليا، نجح، درس في اسبانيا، نجح، درس في انجلترا، عمل نجاحات كبيره، فاعتقد ان هو مش هيغامر ويجرب بيئه جديده زي البيئه الالمانيه. صح. انا بوجهه نظري النادي زي بايرن ميونخ، بالاداره بتاعت بايرن ميونخ بتلجا للعقلانيه، ما تحبش التطور، ما تحبش التصريحات اللي هي بيصاحبها جدل كبير جدا. فممكن تكون رايحه لارسن فينجر او اليجري، وكنت اجد ان ارسن فينجر هو عقليته الاقرب للفريق البافاري. خلي بالك ارسن فينجر من مواليد مدينه ستراسبورغ. صح. ستراسبورغ دي على الحدود مع المانيا. صح. وهو كمان بيتحدث الالمانيه بطلاقه، انت عارف فينجر هي بالبي الدبل حرف الدبل ده اسمه الماني فينجر. صح. فهو كمان بيتكلم طبعا مثقف جدا، بيتكلم لغات كثيره جدا، بيتكلم انجليزي وفرنساوي والماني وياباني، فهو راجل مثقف جدا. فاعتقد لو اداره بايرن ميونخ فكرت في حد هيكون ارسن فينجر. انما ارسنال انا شايف ان جوزيه مورينيو لو تم اقاله اوناي امري ممكن يكون هو الاقرب، لان هو خبير بالدوري الانجليزي، وطبعا والعلم عند الله، والله اعلم يعني اللي ممكن يحصل في الايام. مباراه ليفربول والسيتي يا كابتن هيثم في الجوله القادمه في الدوري الانجليزي الممتاز، مباراه ليفربول لو قدر يحسم 3 نقاط هيكونوا 9 نقاط فارق ما بين الفريقين، لو جوارديولا قدر ان هو يكسب الفارق هيقل ل3 نقاط، هل حضرتك شايف انها تكون مباراه فاصله في تحديد الى حد ما، ولا انها طبعا لسه بدري على الكلام ده، لكن ممكن نقدر نحدد ملامح المنافسه تكون شكلها عامل ازاي في الفتره اللي جايه؟ ما اعتقدش عمر. تمام. حتى لو ليفربول كسب المباراه دي والفارق وصل ل9 نقاط، ما اقدرش اقول ليفربول حسم الدوري. تمام. مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي عنده خبره المواعيد الكبرى وخبره البطولات، ولاعيبته عارفه ازاي تنهي السيزون وعارفه ازاي توصل للنقطه التطويل، عكس ليفربول. خلي بالك ليفربول اللعيبه اللي فيه كلها ما فيش حد فيه فاز بالبريمير ليج باستثناء لاعب واحد، هو جيمس ميلنر. صح. وميلنر فاز بالبريمير ليج مع مانشستر سيتي. صح. يعني مصطفى غريبه جدا. فانا اعتقد حتى لو ليفربول حسم المباراه دي مش هيكون ضامن ليه ان هو يكون في البريمير ليج. البريمير ليج مش هيتحسم غير بالنهايه، ولكن دعني واحنا بنتكلم عن ليفربول ومانشستر سيتي ان انا اشيد بفريق زي ليستر سيتي مع براندا روجرز. صح. فريق السعادة، لان عامل نتائج غير طبيعيه، عامل نتائج غير طبيعيه. فريق ليستر سيتي من اكثر الفرق اللي فقد لعيبه. صح. على مدار السنوات اللي فاتت من بعد ما خد البريمير ليج مع كلاديو رانيري، خرج منه كانتي، محرز، خرج منه ماجواير، ولكن ما زال صامد وما زال في المركز الثالث وما زال بيقدم عروض ممتازه. كابتن هيثم، الدوري الاسباني يعني عايز اخد راي حضرتك في فالفيردي وهزايم ومستوى غير مستقر بالمره لفريق برشلونه، بيخسر قدام ليفانتي في 7 دقائق 3 اهداف مقابل هدف بعد ما كان متقدم بهدف. ايضا على الناحيه الثانيه علشان نتكلم على الاثنين مع بعض، ريال مدريد وتعادل سلبي مع ريال بيتيس بدون اهداف، هل حضرتك شايف بعد المستويات اللي بيقدمها فالفيردي وزيدان هل ممكن الاثنين ايضا يكونوا خارج الحسابات الفنيه خلال الفتره اللي جايه، ولا الامور بما ان مفيش مديرين فنيين على الساحه كتير ممكن الاداره تصبر عليهم شويه؟ لا، يكون في صبر عليهم،
وخصوصا الاثنين مديرين فنيين عمر ليهم رصيد. تمام. فالفيردي اخذ دوري واخذ كاس واخذ سوبر، وزان اخذ ثلاثه تشامبيونز ليج واخذ دوري اسباني واخذ كاس عالم للانديه واخذ سوبر اوروبي، يعني الراجل هو رصيد عند النادي وعند الاداره وعند اللعيبه وعند الجماهير. ولكن انا بصفتي مدريدي عمر اتمنى فالفيردي يستمر مع برشلونه. بس يا كابتن الوضع يا كابتن صعب قوي يا كابتن، ما ينفعش كده بعد اول هدف ثلاث اهداف يجوا في 7 دقايق يا كابتن، يعني ده نادي برشلونه، نادي كبير، نادي عريق. بس يا كابتن تصريح كومان النهارده ممكن تقول عليه ايه؟ هل ان حد كلمه من اداره برشلونه او حد جس نبضه ان هو يقول انا لن اترك منتخب هولندا الا لتدريب نادي واحد فقط؟ اه خلي بالك اداره برشلونه على اتصال باثنين مدربين هولنديين، فان برونك هورست، فان برونك هورست اللي هو الجاي، صح كده، ورونالد كومان، صح كده، والاثنين محطوطين ستاند باي. ولكن كومان طبعا مع منتخب هولندا اعاد له بريقه ورجع هولندا مره ثانيه لمكانتها الكبيره، فهو كان تصريح ممتاز منه ان هو مش هيسيب المنتخب الهولندي الا بعد 2020. طيب يعني يا كابتن هيثم، يعني عايز اتكلم معاك اخيرا على اصابه طبعا جوميز في الدوري الانجليزي، واللقطه اللي كلنا شفناها ان بعد اللاعب اللي كان سبب في الاصابه طبعا هي قضاء وقدر، ان لعيبه ايفرتون هي اللي بتهدي سون، واتكلمت على اللقطه دي وقلت قيمه انسانيه وقيمه وقمه في الروح الرياضيه ما بين نجوم كبار جدا في الملعب، ما شفناش خناقه، ما شفناش ضرب، ما شفناش الفاظ خارجه، ما شفناش كروت حمراء من الحكم، بالعكس الموضوع كان تم السيطره عليه وخرج في اطار محترم، كل السوشيال ميديا وكل النقاد والخبراء والمحللين اتكلموا عليه بشكل جيد جدا. عايز اعرف راي حضرتك في اللقطه الطيبه واللقطه الانسانيه اللي احنا كلنا تابعناها. طبعا كانت لقطه صعبه جدا جدا جدا. يعني عايز اشيد بكل الاطراف اللي كانوا في اللقطه دي، بدا من صن لان هو شفنا بكاءه وكان بكاء من القلب، بدا من زملاء أندريا جوميز في ايفرتون لان ما افتعلوش مشكله، بدا من زملاء سون في توتنهام لان برضه ما عملوش مشكله مع الحكم لما طرده، بدا من الجماهير اللي يعني مسكت اعصابها في اللقطه دي، لمخرج المباراه الرائع الممتاز اللي ما عدناش اللقطه علشان تمام اللقطه كانت صعبه جدا، صح، يعني جابها من مناظر مختلفه وبعدين كان بيثبت الشاشه، يعني كل الاطراف كانوا محترفين الى ابعد الحدود في اللقطه دي، ولكنها كانت لقطه صعبه واتمنى له الشفاء الحقيقه، لان لقطه ما نتمناش ان احنا نشوفها الحقيقه، ودي هي دي ضريبه كره القدم، صح يا كابتن، بتطلب في المحترفين ان هم بياخدوا السالري عالي جدا والانكم بتاعهم عالي جدا، يشوفوا لقطه زي دي ويعرفوا قد ايه كره القدم صعبه. كابتن هيثم فاروق بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، يعني طولنا عليك شويه لكن قيمة كبيرة جدا في الكرة العالمية، واحد من نجوم مصر واحد من نجوم الدوري الهولندي الكابتن هيثم فاروق، وزي ما حضراتكم سمعتم اتكلمنا في كل كبيرة وصغيرة بخصوص كل الدوريات وكل الأخبار اللي حضراتكم عايزين تعرفوها.